business model et les détails de mon projet. Donc, Art de Tunisie, c'est un site qui a été fait depuis 2004. 2004, nous avons fait un projet de faire. قعدت نخمم في الأسئلة الحياتية متاع الدنيا متعدي نلقى واحد من كعفور يعمل بورتري فيما دونك يغزل وجهك ويخرج لك بيروغرافيور النحت على الخشب يتسمى دونك غزرت له هكايا قال لي راهو قبل كان فما بورت حلق الواد لي باتو كروازير كي يهبطوا يجيو لي توريست يغزروا لي ويقولوا خسارة ما جبناش التصاور نتاعنا معانا كيفاش نعملوا باش تنجم تقرا فينا البورتري نتاعنا وكان هو يعمل حاجة فيما سي ان بو ماجيك دونك هو عنده ان دون دونك جاني في مخي عندي كليك وانا نلوج على برشا برشا بروجي ولا سؤال ولا حاجه باش نجم نعملها من بعد الاكسبيريونس الاولى نتاع الببليك قلت له باهي اوكي دونك فما بزوا معين فما واحد توريست قاعد يهبط حط روح سيتي على ايبوك 2004 دونك لا فما لا فيسبوك لا فما الانستغرام لا فما السوشيال ميديا دونك وقت اللي ما يجيبش معاها التصويره سيتي كوم اون اوبورتونيتي ضايعها خممت وقت هنا اونتر كيمي قريت مهندس صور في العالميه دونك نقول قريت على خاطر جو سوي كيستيون بور لي براف قلت اوكي دونك جو في فير كلك شوز اللي نجم التوريست وقت اللي يرجع لفرنسا وامريكا تعطيه الفلاير هذا يرجع هو من بعد تو انا هو اللي كل يكتب معايا نتلهاو باللوجيستيك كل بايمون والعارك مع المونيتيك والعارك مع البوسطه والعارك مع الارتيزون والجو الكل اللي انت ما يهمكش فيه دونك سيتي على ليبوك دو 2004-2005 دونك وقتها بدات الفكره والفكره جات البزوان مطروح فما توريست يحب يسكاني تصويره دونك حلينا كنت توريست ودخلنا الفلوس من الهيطار هذاك دونك هو وقتها معناها ولا جو دي كوموند شاك جور ونحن ولينا دونك عندنا لوتونومي فينونسيير بعد جات الثوره نتاع تونس 2010 بورت حلق الواد الكل تحرق وما عادش فما ديزارتيزون غادي دونك il faudrait passer à une autre chose pendant قرطوج كي ديناصورات دونك من وقتها بدات الرحله نتاع لي كوميرس بس موديل وكومون هكا نلقاو حل للمشاكل اللي قاعدين نتعرضوا لها بون نجم نجاوب ونقول اوكي نجم ندخل معاك ناخذ كوميسيون ولا تنجم تحط السيت مي العالم من 2004 2017 13 سنه تعداو توا مثلا بور فوندر سير انترنت بور لي ارتيزون فما بلاس دو مارشي نمبر 1 في العالم اسمها ايتسي دونك لا سول ريبونس نجاوب ونقول له مثلا حط لي برودوي نتاعك تو سامبلومون سور اي او تي اس واي بوان كوم بالطبيعه كي هنا نسال سؤال اللي برشا يقولوا ها سهله الدنيا معناها علاش ما الناس الكل تبيعش على الانترنت ولا لاباس عليه هنا نرجع اللي كان يحكي فيه دونك ايهاب دونك فما وخالد وعصام فما توت اون كولتور ديجيتال لازمها تكون موجوده عندك معناها لي زوتي ويب والديفلوبمون وتو سكي ابي تيستينغ وتو سكي بريستا شوب وماجنتو والكل سي بيان دو سافوار دونك سي بيان دو كومبروندر مي فما ثقافه ديجيتال ولا هي ثقافه نتاع اللي نحن في الرياده لازم تكون موجوده اش معناها في ناخذ ليكزومبل نتاع بي اسمه استوني برشا فيكم يعرفوه اللي عملت اول دوله في العالم تعمل اي استوني لو سول بي اللي ياسم يعطيك ايدونتيتي ديجيتال وانت من غير ما تشتغل البلاد هذه وتنجم تحل شركات تنجم تعمل امبور اكسبور تنجم تحل حتى كونت بونكير لو كان القانون نتاع دولتك يسمح لك وهي دونك تشوف معاك لي فيريفيكاسيون سالوه الرئيس نتاعها توا الرئيس امراه ما سيتي اكتوبر اكتوبر 2015 كان راجل قد نحن نتعامل مع الدولة كأنها ستارت اب، إيش معناها؟ معناها فما فلسفة، معناها قبل ما نحكيو على الأوتي والويب والتكنيك وريفيرونسمون وإيهاب يعمل حتى الستاتيك ياش يعطيكم بالضبط قداش يقعد الإنترنت في سيت موبايل ولا قداش يقعد في سيت فيزيك، فما ثقافة وهي شنو هي الثقافة؟ نذكر فما مرة نكتة فرانسيس قعدت في مخي فما واحد في الحلمة يقول يا ربي ربحني بروموسبور يا ربي ربحني بروموسبور، يا أخي جا واحد البلايكة في الحلمة قالوا بالله يلعب ورقة بروموسبور راهو ربي ما ينجمش يربحك من غير ما تلعب. معناها الفلسفه بتاع الدنيا معناها لا تيوري ولا براتيك ونقول في الحكايه هذه انا جو انجينيور ديجا نحن الانجينيور عندنا الفلسفه الكونسيبسيون والتيوري والكل مي حتى حد ما ينجم يجاوبك كان ما تجرب انت معناها نحن في صالون رسمو الرياده معناها الفو تيستي الفو تيستي لي تو سكي بلاس دو مارشي الفو تيستي تو سكي سيت الفو ايشوي بالطبيعه انا حكيت لكم سيتي على ليبوك 2010 في فتره من الفترات وصلنا ما عادش نجمو نخلصو لي شارج و ان تونيزي سا فونكسيون با مي لازم نعملو نبدلو الموديل نوليو نعملو بي تو بي في بعض بي تو سي دونك الكونساي الفو اتر الي كوت شنو يصير في العالم العالم 2017 ماهوش 2015 وكان يحكي من قبيله دونك خالد سمعته يحكي على البيزنس ايكو سيستيم الحاجه اللي عندكم انتم بارابور ديزون تالي انه الناس فما ناس ديسيدور كي سون كونسيون هي اقوى حاجه في الكلمه فوزيت كونسيون دونك في انيتا دو كونسيونس تعرف انه فما سؤال انا جاوبك بي سي نجم يربحك برشا وقت تعرف انه مثلا فما سوليسيون معينه ولا سيت ويب ولا سوليسيون تنجم تربحك وقت وفلوس وما تابعو دونك الحاجه نتاع سكسي بالتجربه نتاعي المتواضعه انه الانسان يكون اليكود ديجيتال اللي هو علم كامل ولا اسمه فيور ساعات تلقى واحد يقول لك فيور وي فيور
فيروس استراتيجيك معناه انسان قاعد يخمم يشوف شنو في العالم يسافر يمشي لبرا يمشي كيما عايز يكون لافريك يمشي كيما لوروب كيما لامريك ويجيب لي سوليسيون دونك سي سيت ايتا ديسبري انه يخلي الانسان ما يقرضش كالديناصورات وانه يكون متطور ومقبله ولا القاسم حكيت على تونس الرقميه ولا ويكوند ولا ديجيتال لاند سي سا الفلسفه الكل اللي نحسها تو كي ولينا نحكيو فيها 2017 لازم تكون عندك الثقافه نتاع الديجيتال وحتى كان ما عندكش لازم تكون عمرك ما مسيت كود في حياتك سي بيان تعمل كود ورانج لاب والحكايات هذوكم سي بيان معناها دو سافوار مي اللي يخليك تتقدم هو انك تكون توجور متبع وانك توجور كونكتي بلغتنا احنا مش كونكتي على فيسبوك 100% كونكتي معناها كونكتي للديجيتال دونك هذو هما لي كونساي جو كونساي لي جماعه كان يعاودوا يعطيوني سؤال ندخل في موديل البروكر على خاطر في الدنيا كي نعاود نشوف البروكر اللي هو وسيط في كل شيء الوسيط هو اللي يطلع رابح سواء في بلاس دو مارشي ولا ديجا جو في تو سكي كونساي و فورماسيون دونك اكتوالمون جو ندخل في الموديل اللي هو مبني نرجع للموضوع نتاع البيك داتا خاطر تو في الدنيا قد ما تكون عندك انفورماسيون قد ما تمتلك العالم وتشوفه لي كافا جوجل امازون فيسبوك وابل دونك نرجع لعصام موضوع اللي قالوا امازون مش اقوى من هكا ريسامون امازون ساعات يجيك كولي للدار وانت ما شريتوش دونك امازون هو شاف انه القطعه هذيك تجي يبعث لك للدار وانت ما زلت اصلا ما كليكيتش معناها هو في البيك داتا وفي الاناليز كومبورمونتال تاع الحاجات اللي كليتهم راه اللي كليكيتهم راه انه من الصالح انه القطعه هذيك تصلح لك وكان تبيعها ما عادش تنجم ترجعها معناها قداش العالم ما عادش عالم نتاع برودوي فيزيك ولا عالم نتاع فيرتويال ونمشيو حتى للبيك داتا في هكا شويه نسرحوا شويه فما البيك داتا بولي كوبل معناها لي الالغوريثم يحسب لك السيد انا هو اللي ماتشي معك انت امراه ولا راجل ولا اوتر خاطر تو فما مال في مالي اوتر دونك ويعطيك الكومبورتمون ولا السيد اللي ايكيفالون دونك سي ا ريفير ندخل في تو سكي دومين كونسلتينغ اللي هو بروكر نتاع لي زانفورماسيون